أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذا البرنامج، اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم، وبصحبتنا شيخنا الجليل الشيخ محمد أحمد حسن. مرحب بك شيخنا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. نرحب بكل مشاهدينا الذين يودون الاتصال عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأسئلة والاستفسارات التي يرد عليها الشيخ الجليل من خلال هذا الاتصال الهاتفي وعبر الإيميل الذي سيظهر أيضا على الشاشة. الشيخ برحب بك من جديد، ورحب بكل مشاهدينا الأعزاء. نحن حقيقة تعودنا أنه في كل حلقة نحدد موضوع معين من الملاحظات العامة أيضا في هذا الشهر الكريم. يعني بنلقى أنه قريب الإفطار الناس بيكونوا نهمين جدا أنه يشتروا بعض الأشياء، يعني يمكن يكون مرات تكون زايدة عن الحاجة. صحيح. وده بيصف في باب التبذير. يعني نحن لو خدتنا اليقين وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وبدينا هذا الشهر الكريم، هو أصلا شهر يؤدب النفس قبل كل شيء. فعلا. نعم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا زي ما قلت، الواحد لو لاحظ كل بيت بيلاحظ أنه أصرف عليه حلة الملاح عموما وما حولها في رمضان أكثر من في الفطر. نعم. أي مع أنه في رمضان المفروض يكون الصرف يكون أقل، لكن زي ما قالوا في المثل، فلان بيأكل بعيونه. والزول لما يكون صايم يتخيل ليه أنه بيحياكل كمية كبيرة من الأكل. نعم. عشان كده أم الولادات في البيت بتكتر المويات وتكتر المأكولات وكده وعادية. وبعدينك الملاحظ برضو بعد الناس ما يفطروا ويدعشوا تفضل بواقي طعام كثيرة. مصيرة وين؟ الكوشة. ونحن في رمضان المطلوب نقتصد في الصرف. يعني ما نجوع نفسنا، ما نقول لهم الولادات جوع أهل البيت، لا، شبعيهم، لكن يعني شوي يعني اقتصاد شوي، يعني نوفر لنا شيء، نقسم من الولادات، نوفر لنا شيء كمان عشان ناخذ الثواب بتاع الصدقة في آخر رمضان. نحن دارين كل بيت في آخر رمضان يوفر له قرشين يتفقد أهله وجيرانه والأيتام والأرامل والمساكين، نكسيهن عشان ناخذ الثواب العظيم في هذا الشهر العظيم. لأن الصدقة ثواب عظيم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك إنه نصيحة لكل أخواتنا ربات البيوت، إن في رمضان ما تبذرين كثير، ما تبذرين كثير، اختصرين عشان توفرين حاجة نعمر بها الدار الآخرة. أي نعمر بها الدار الآخرة، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال. يعني سأل السيدة عائشة، كان ضبع حلو شاد والرسول كريم، وفرق الدديل والدجيران وزع لجيران، وقال للسيدة عائشة ما بقي لنا، قالت له لم يبق لنا إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم بقيت لنا كلها إلا كتفها. يعني معنى توزع الخروف كله، لحم الخروف إلا الكتف. ولما سأل عيسى قال لا بقت فضل لنا شيء، قالت له ما فضل لنا شيء غير الكتف. قال لا كلها فضلت لنا إلا الكتف. معنى توزعنا للجيران والأرحام، ده ثواب السجل لنا، أما الكتف ده بقى ما حقنا. أي يبقى زي ما نحن دايرين باختصار نوفر عشان كمان نعمل الدار الآخر. نعم إن شاء الله. معنا أول اتصال هاتفي من أم محمد من الخرطوم بحري. مرحبا يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عزيز على الشيخ. نعم تفضل. أنا مثلا من يوم واحد رمضان جاتني الدورة. فما يعني من المفروض من يوم 6 اصوم، وحد الليله انا يعني صمت ومباقش، لكن حد الليله شايفه في حاجات ما عارفه اواصل ولا افطر. نعم كويس. طبعا هنا من كلام اخذنا فهمنا انه عادتها 6 يوم، لانه قالت من يوم احمد رمضان كانت تبتدي تصوم من يوم 6 لكن ما صامت. يبقى انت العاده بتاعتك معناته 6 يوم، المفروض كان مجرد ما تميتي 6 يوم تغتسلي وطوالي تقوم تصوم وتصلي. يبقى عشان نقول لأختنا أنت من يوم 6 رمضان، من يوم 7 رمضان أنت طاهرة. يبقى في الحالة دي أسع طوالي تغتسلي وتصومي وتصلي، والدم النازل بعد ده يسمى دم استحاضة، والمستحاضة طاهرة، تصلي وتصوم وتعمل كل ما يعمل الطاهرة. نعم.
اي لانه الاخوان الوحده لما يكون مثلا في شهر رمضان عاده على الدوره الشهريه بتاعت النساء بتضطرب، يعني ما بتكون منتظمة. وكل واحدة فيكن عارفة عادتها 5 يوم، عادتها 6 يوم، مجرد ما بدت الدورة تعد الأيام بتاعك 5 يوم أو 7 يوم، مجرد ما تمت تختصل طوالي وتصلي وتصوم حكم حكم الطاهرات، الدم الجاي بعد الأيام المحددة يبقى دم استحاضة. نعم نعم. معنا عبد القادر من السعودية. مرحبا عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. اولا عايز اسال الشيخ. نعم. انا صايم رمضان بنيه خالصه، بمشي بصلي في المسجد. لكن اثناء ما دخلت المسجد يعني خشمي بيمتلي لعاب لدرجه انه لما الامام يسلم انا ما بقدر افتح خشمي اسلم الا طيب يعني يا اخي كده خلي اصبر لي، انت ما ريقك ده ما تبلع، البزاق ده ما تبلع، ما بيبطل الصيام يعني اذا بلعت ما فيها مشكله، ما بتبلع يعني تبلع. كل العلماء، ما في واحد من العلماء المعتمدين قال انه بلع الريق يبطل الصيام، كل العلماء بالاجماع ان زول صايم بلع ريقه ما بيبطل الصيام، حتى ولو كثر في خشم الزول وملا خشم وبلعه ما بيبطل الصيام. بس شنو ساعه المضمضه للوضو، الزول بعد ما يتمضمض يمرق ميه الوضو ما يبلع ريقه طوال، يتفي مرتين ثلاثه بس عشان نطرد البزاق الملخبط بميه المضمض. بعد ذاك الريق اللي يجيك تبلعه طوال مهما كثر، بلع الريق ما بيبطل الصيام. هاي خذ قاعده. طيب عندي سؤال ثاني. نعم تفضل. تفضل يا عبد القادر. عندي سؤال ثاني انا. اي يعني اثناء قبل السحور بدقائق. اي ف يعني اكلت عنب، شفت لي حبه صغيره شديده من العنب. اي يعني ما اعرف انا، فهل دي بتبطل الصيام ولا يعني انا حسيت بانها هي في حقيقي. بعد بيتين بعد ما الفجر طلع لقيتها في حلقه. ايوه بعد ما خلاص يعني سامع خلاص. نعم. بعدين تفنتها ولا بلحتها؟ لا بلحتها. بلحتها. كانت في طرف الخشم بيجاي ولا جوا في الحنجره؟ بهي في الحنجره. انا في الحنجره خلاص يعني ما بتسوي. ما بلحت لعابي وانا بطلع ما بتعمل حاجه، ما تشغل نفسك، ما بتعمل لك حاجه ما دام جوا الحنجره. هاي يعني ما بتسوي. النهارده يكون نقول لك مثلا اضرب لك مثال، زول السحر ورقى النام بعدين صحى من النوم لقى له حبه تسالي او حبه فولاي او حمصاي في خشمه في السنون، قام بدل ما يتمرق يمسكه يتفلع بلعه. هذا بقى عاد الخطر هنا. لكن حق دق دي في الحنجره هنا هاي ما بتجي مارقي، خلاص روحت خلاها تروح صيامك صحيح. نعم نعم نعم. طيب شيخنا يعني في المسائل اللي عندنا ايضا، يعني امبارح تكلمنا عن الربا. ايوه. الليله في سؤال بيقول انه زول عنده اموال كثيره جدا خارج البلد، مثلا خارج البلاد الاسلاميه عموما، بيتعامل مع بنوك ربويه اصلا. ايوه. هو اصلا لغرض الضروره التجاره بيتعامل مع هذه البنوك. سمع. والان هو بيشيل هذه الارباح بيوزعها على المساكين. أيوة. هل يجوز؟ ايوه هي فعلا زي ما ذكرت في بلد اجنبي، وبدل ما نخلي لنا الفائده دي نوزعها للمساكين خلاص. لكن هو غايته ثواب، الله اعلم انه يكون عنده ثواب، لانه الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله طيب لا يقبل الا طيب. والمال الفايده الربويه دي مال حرام، وما هنا هو اخير بدل ما يخلي لي ناس ديله يوزع المساكين. نعم. معنا ام خالد من كوستي. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بسال مولانا الشيخ عليه عليه. مرحبا. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي كلى وما قاعد أصوم، وعايز أعرف الكفارة في الزمن ده، يعني أنا أكفر كم في اليوم مثلا أطلع، وهل بدالي مسكين واحد ولا 30 مسكين؟ ومقدارها كم هي من القروش؟ كويس. وعندي سؤال ثاني، عندي أخوي كان عيان خشوا له بالوريد، وفي ناس قالوا لهم تجيبي بيقضي لابد بيقضي اليوم اللي أخذت فيه الحق عندي. فداير الشيخ جدا جدا. وبعدين انا ما شغال، يعني زوجي هو اللي بيديني القروض بتاعت الكفاره دي. الكلام ده كده صح ولا كويس؟ يعني عايز اسال. نعم. شكرا لكم. بارك الله فيك. ان شاء الله كده ربنا يرزقك الصبر الجميل على المرض بتاع الكلى ده. نعم. وما تصومي
وخذ العلاجات وبعدين تطلع الفدية. والفدية قالت هي ما شغالة زوجها بيديها، وخلاص ما دام زوجك تبرع عليكي قال لك أنا بدفع عليك الفدية خلاص أقبل منه وحتى كلفية وزع عليكي. وطبعا الفدية زي ما قلنا إذا تطلع القيمة النفر 2000 جنيه، يعني 60 جنيه نوزعن على 30 مسكين، لأنه زي ما قلنا قبل رمضان صحن الفول بزيت السمسم والجبنة ورغيفتين ب2000، يبقى كل مسكين ندي جنيهين 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 خلاص. وبعدين على شرط أن يكونوا 30 وال30 يكونوا مساكين، بس ده الشرط. نعم. 30 وال30 مساكين، وكل واحد من ال30 ندي جنيهين. نعم. عندها برضه أخوها قالت أخذ حقنة بالوريد وهو شاكي في أنه هل يقضي مثلا. أيوة هي طبعا الحزن في الحقنة في الوريد دي منعوها العلماء، الدريب والحقنة في الوريد. وبعضهم قالوا اللي يفطر الشيء اللي بيجي بالطريقة الفم اللي بيدخل البطن، وحقنة الوريد دي ما بتدخل البطن. اختلف العلماء فيها، فريق منهم قالوا فيها إن، فريق منهم قالوا ما بتفطر. وأخوكم أدام أخذ خلاص إن شاء الله نخدته في الراية اللي قالوا ما بتفطر، لكن مرة تانية ما يعملها. وإذا احتاج لها سيضربها بالليل. الحقنة الكبيرة بتاعت الفيتامين كبيرة كده ضربها في الوريد لزول عنده ضعف، والدريب الزول عنده ضعف. الدكتور قرر لي حقنة بتاعت الوريد أو دريب بيسوين بالليل ما يسوين بالنهار. أسهى أخونا ده سواها بالنهار، أقول له خلاص نخدتك في الراية اللي قالوا ما بتبطل الصيام ولكن مرة تاني احتاط ما تعملها. سواها بالليل. نعم. معنا تلفون. ألو مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. معك بشير حسن. مرحب يا بشير. يا حمد على الشيخ إن شاء الله. اتفضل. أيوة طبعا أنا تعرف عند المسيحيين دي هل أكلم يجوز لنا نأكل ولا ما نأكل؟ أيوة كويس. أيوة نعم نعم شكرا جزيلا. شكرا. أي ربنا تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأهل الكتاب اللي هم المعتنقين الديانة المسيحية والديانة اليهودية ليل طعام حلال علينا. حتى الزواج والمحصنات من المحصنات يعني من النساء أهل الكتاب. يعني يجوز للمسلم الزوج كتابية. وناكل أكل حلال ضبيحة حلال أهل الكتاب. أي ضبيحة قال لك الخروض ضبحوا مسيحي أو يهودي تأكل طوال. والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما غير اليهودي غير النصراني ضبيحته ما يأكل المسلم. نعم نعم. معنا سماح من الخرطوم. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله أكرم. سؤالي بس عندي 3 سؤال. نعم. عايز أسأل يعني الهلال مسواك يعني قبل المغرب بفطر المسواك بجرح الصيام يعني المسواك ولا المعجون؟ المعجون. نعم. وتاني عايز أسأل الغنى حرام؟ شنو؟ شنو؟ الغنى. الغنى. أي. كويس. جدا جدا. يلا وعايز أعرف تاني طبعا الليلة أنا شنو؟ يلا غليت نسيت إن أنا صايمة. فشربتها. أيوة. خلاص بس عايز أعرف كيف جداً. إن شاء الله جداً. طبعاً السواك زي ما ذكرنا بالمعجون ما بيبطل الصيام يعني، لكن فيه إن الإن ليه؟ لأنه زي ما قلنا زول لما خدت المعجون في سنون حزبي نكهة باردة نزلت في السدر. وبعض العلماء قالوا زول زخدت قطرة في نخرته قطرة في عينه حس بطعم الحاجات دي تبطل الصيام. وبعضهم قالوا بيبطل الشيء اللي بيوصل المعدة، لكن دي ريحة كده نزلت في الصدور. أي ما بتبطل الصيام لكن المسلم يعني يبتعد منها. فيها شيء من الشبهات. أي خير نخليها زي المعجون ده والقطرات دي نسويها بالليل أحسن. أما بالنهار نسوق بالعود بتاع الأراك أو الزول يدعك الفرشة في صابون الحمام يسوق بها ممكن. أي لكن المعجون ده عشان فيه النكهة باردة دي الزول يخشى إنها تقطت زي الكحول. لسا قالوا لو سوت الكحول بالنهار وحست بالطعم في الحلق يبطل الصيام. والمعجون بينزل في الرئتين والهناية. نعم. احتياطا وقال ولدنا ده إن شاء الله ما بيسلمك ما بيبطل. لكن تاني إذا تار تستعمل المعجون استعمله بعد السعور قبل طلع الفجر. نعم. برضو سؤال عن الغنى حرام. الغنى استماع هنا طبعا العلماء المعاصرين قسموا الغنى لنوعين. النوع على أغاني الهابطة المايعة اللي بتسير الغرايز و
تعمل لك حليفة بالكذب وكلام بالكذب وكلمات الحادية دي منعوها. أما زي الأناشيد الوطنية والأغاني الحماسية اللي بتدعو لمكارم الأخلاق والشجاع والبطولة وصلة الأرحام وكذا دي أباحوها، لكن بس في كذب في شهر رمضان بقدر الإمكان نزوغ منها. معنا الياقوت من الربع العامرة، مرحبا يا الياقوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا من الشيخ محمد أحمد الحسن. عندي سؤال عن خارج رمضان. نعم. أيوة. أنا كان اشتريت لي جهاز تليفون ب 230. أيوة. الجهاز أصلاً هو كان حجانا، بعته ب 230. واشتريته. بعته أي. بعد فترة أنا يعني كان ما عندي جهاز، لقيت في السوق صدفة زي الجهاز ذاته اللي أنا بعته. اشتريته. الجهاز كان ب 180. يعني ما عارف يعني الكلام الواضح كذا. نعم نعم كويس. يعني هو عندي جهاز باعه نعم وتاني اشتراه، لقاه هو ذاته في السوق واشتراه تاني، اشتراه ما فيه حاجة يعني ما خلاه، هو باعه لزوج. نعم. والزول ده مش احتاج باعه لزوج وهو لقاه في السوق واشتراه، اشتراه ما فيه شيء. نعم نعم هكذا. نحن لو رجعنا لكلام سماح قبل سألت قالت هي نسيت الليلة وما عارفة انها هي صايمة. ايوه شربت وشربت. اي خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يبقى نعم. صيامك صحيح ما عليك قضاء ولا عليك كذا. نعم نعم. ألو مرحبا معنا تلفون تاني. ألو عليكم السلام. معكم أم شيماء من قسم القربة. مرحبا يا أم شيماء. دار أختار فتك. نعم تفضلي. والله أنا كنت في يوم واحد نعم كنت يوم واحد وحامل لي شهرين عطا بكر لا صايمة يوم واحد. أسي صايمة أنت مش؟ لا لا فطرت. نعم. فطرت يعني صمت يوم واحد وتعبت فطرت أنت حامل. طيب. مش كذي؟ خلاص خلاص سمح إن شاء الله لقات ما أختنا دي بنتنا دي تلد بالسلامة وترضع جناها وجناها يبقى عمره 10 شهور أو أكثر ما محتاج للبنة، تجيب لها كراس تكتب فوق. السنة فاتت أنا ما صمت لأني كنت حامل وأسأل الحمد لله والذي بقى كبير، تقوم تقضي في الأسبوع تصوم 3 يوم وتكتب، الجو سخن يومين وتكتب، الجو حار يوم واحد وتكتب لغاية ما تسدد الدين عليها. بس ما عليها ما عليها شيء. طيب من المسائل أيضا شيخنا الآن التقديم تم للحج بدري. أيوة. وفي واحد بيسأل قال هو ما حج أصلا لكن أدى أمه قروش الحج كويس، وبيسأل عن هل المسألة دي فيها شيء ولا أصلا اللي يحج هو بعد ذاك حتى. أيوة. لما في حاجة ممكن حج يوم لأنه مو كبرت وقبل ما تكبر بعدك الحي يمكن ما بتقدر تحج بنفسها، يبقى الحالة دها قروش مش التحج. وكمان إن شاء الله في المستقبل ربنا يسهل له ويمشي يحج عن نفسه. الممنوع هو الزول اللي بيحج نيابة عن أمه وهو الليلة ما حجه. يبقى في الحالة دي أول شيء زول يحج عن نفسه، بعد ذاك كان داري يحج عن والده عن والدته ممكن، لكن هو ما مش يمشي يحج، لكن أدى أمه قروش الحج وقيمة الحج وعمل لها أوراق وجهزها أمشي أدي فرض الحج والدتي. أنا السنة جاي أول بعدها بمشي ما فيش. نعم. معنا تلفون تاني. ألو مرحب. ألو مرحب خليفة. ألو. طيب إذا كان خليفة ما معنا نحن نعود لبعض المسائل المهمة جدا أيضا. نحن ملاحظين أنه استخدام المناكير يا مولانا. أيوة. عند النساء. أيوة. ويعني هل المسألة دي فيها جدل كثير جدا حايم. أيوة. الآن. أيوة. نشوف الصحة كيف الناس يستخدموا المناكير وكيف يكونوا بعيدين من هذه المسألة. أيوة. حتى أنه تكون عبادتهم يعني صحيحة. أيوة. أول حاجة ما بنقدر المناكير ده ما بنقدر نقول عليه نجس ولا بنقدر نقول عليه حرام. لأنه معروف صانعين من شنو. لكن المناكير عنده عيب واحد اللي هو عيب، وإذا كان المرأة المسلمة سوي مناكير في ظهوريدين ظهوريجرينا وجاها موجب غسل واغتسلت والمناكير في ظفارينا غسل باطل باتفاق العلماء. وإذا توضت وضوها باطل وبالتالي الصلاة تكون باطلة، لازم تزيله. لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. لابد إن لم قبل يا مسلمة عشان صلاتك تكون مقبولة عند الله، لما تجي تتوضي عين ظهور يديك ظهور رجليك
تشيلي اذا في اي مناكير تشيلي من ظهور اليدين ظهور الرجلين, ولا تخلي لك نقيطه واحده, حتى لو خلت نقيطه واحده في الضفير الصغير ده واغتسلت الغسل باطل, تزيلي المناكير كله بعد ذاك تغتسلي. ما بنقول عليه حرام ولا بنقول عليه نجس, لكن نقول باتفاق العلماء وجود المناكير في ظفور اليدين ظفور الرجلين ولو ظفر واحد يمنع وصول الماء إلى الظفر, والظفر من أعضاء الغسل. وفي صحيح البخاري ومسلم أن رجل توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام أبصر, ولا بعدك نكمل. نعم. نأخذ التلفون عبد الرحمن من عد بابكر. مرحبا يا عبد الرحمن. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الله يكرمك يا أخي. الله يبارك فيك. بنصل من الأذان الأخير بعد زول السحر وفي كم أذان بأذن يعني. فالواحد من سمع الأذان الأول والسحر. وفي تاني بعد فترة 10 دقائق تاني أذن الأذان الثاني. في كم أذان يعني في الحلة؟ أيوة. يعني الواحد ممكن يتغيد بالأخير ولا يتغيد بالأول بس. أيوة فعلًا بدأ يكون في لبس يعني سيد من واحد الأذان. بعدين تاني بسأل من زكاة الأنعام ممكن واحد برابعه للمسجد. كويس. الزكاة يعني تحت المال والأنعام. نعم. كويس. نعم. هنا ده طبعًا إخواننا في زمن ده الحمد لله يسر لنا الساعات ساعة. والموبايل ده ذاته فيه ساعة. نحن الأفضل إنه نحن من أول رمضان نفتش لنا إمساكية اللي بتبين لنا الغروب ساعة كم وطلع الفجر الساعة كم, يكون الإمساكية عندك في جيبك وساعتك في إيدك وموبايلك في إيدك. ما نعتمد على الأذان. أي ما الأذان لأنه زي ما ذكر ما شاء الله وعندنا المساجد كثيرة والمؤذنين ما بيأذنوا في وقت واحد كك. تلقى واحد الأذان الأولاني أذن الساعة 4 واحدين 4:15 واحدين 4:30 واحدين 5 إلا كذلك الأذان الأخير واحد تلقى أذن مع الوقت دق الساعة اليومين دي للفجر يطلع في النتيجة الساعة 5:18 في ناس واقفين بس قدام الميكروفون أول ما جات عايل الساعة لقى 5:18 يأذن طوال واحد تلقى يجي بعد ما فات دقيقتين يتأخر وهكذا. أحوط حاجة للصائم إن يكون عندك ساعة وعندك تعرف الإمساكية الفجر يطلع الساعة كم ما تتغيد باللزان. عايل لساعتك عايل للنتيجة. الفجر يطلع الساعة 5:18 أنت لسه فاضل الساعة 5:15 ولو عطيشت ممكن تشرب موي. لكن جات 5:18 كاك. طيب زكاة الأنعام قال يمكن أنه يتبرع بها للمساجد. لا زكاة الأنعام وزكاة المال كل أي زكاة ما بيجوز نمري منها المساجد. كل العلماء اتفقوا على أن المساجد تبنى بتبرعات المحسنين من المسلمين. أما زكاة المال موزع على 8 أصناف, الثمانية أصناف دي ربنا وزعهم في القرآن ما في بناء المساجد. نعم. معانا محمد أحمد النعيم من السعودية. مرحب. عليكم السلام. مرحب بك يا أبوي. أنا عندي يا مرحبا يا مرحب. ألو. نعم مرحب. معك محمد النعيم. مرحب يا أبوي. أنا عندي سؤال. أنا كنت من دخل حال من الدخان بطلاق وهل الطلاق أنا استجاد كفتح الدخان هل استجاد هل الطلاق يزمن الواجب هاش اللي فيه انت سعيد. وقال هو حلف قال إنه ما يدخن حلف بالطلاق. أيوة. حلف بالطلاق. هل في حالة زي لو رجع الطلاق يكون واقع؟ أيوة. هي طبعا الحليفة بالطلاق والحاجة أخواننا ممنوعة. لأنه حليفة بغير الله. والحليفة بغير الله ممنوعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحمد لله رب العالمين ما جرت عليه الفتوى هسه عندنا في مجمع الفقه الإسلامي حتى في جمهورية نصر بلاد الشام اتفق العلماء على أن الحليفة بالطلاق سموها يمين المسلمين. ما بقع بها طلاق لكن يلزم الحالف إن يطعم 10 مساكين. زول قال عليه بالطلاق ما يسوي الشيء الفلاني ويسوى يبقى في الحالة دي مطلوب منه نمرة واحد يستغفر لأنه حلف بغير الله, نمرة اثنين يطعم 10 مساكين ما في طلاق واقع. نعم. يبقى نقول له أخونا ده أطعم لك 10 مساكين واستغفر وتاني ما تحلف بالطلاق. نعم. معنا أم إبراهيم من السعودية. ألو مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير إن شاء الله. تفضلي. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول أنا الأذان بيأذن كان الساعة 5
الساعة 5 إلا 5. نعم. فأنا قمت اليوم ديك الساعة 5 إلا 5 فجأة كده صحيت من النوم ولقيت نفسي عطشانة شربتها. وانتظرت مسافة كده ده الأذان حق الصبح خلاص أذان. مش أذان الناس قاموا الصلاة. أيوة. بعد 5 دقائق مع أصبر الله بعد 5 دقائق. قمت ثاني يوم ايوه اذن اذان الصبح. لا انت كده اصبري شوي خليكي معانا انت. أيوة. قلتي صحيت الساعه 5 و5 وشربت المويه الا 5 الا 5 الا 5 وشربت المويه بعد 5 دقائق قاموا الصلاه. اي بعد 5 دقائق بس يعني لا ما 5 دقائق بعد اظن ربع ساعه ثانيه. ايوه خلاص خلاص يبقى فهمي. اها انا قمت ثاني يوم عينت لقيت الساعه الاذان بيأذن الساعه 5 الا 7 دقائق. ده الاذان الاولاني اللي كده انا عليه شنو سمع. اي كويس. نعم. اول حاجه من اول رمضان الفجر بيطلع بعد الساعه 5 و10 دقائق. اي يبقى اختنا دي ذا ساعتها مضبوطه وشربت الساعة 5 إلا 5 صيام صحيح 100%. أما إذا كان ساعتها مقدمة أو مؤخرة عاد بقى شيء ثاني. لأنه الفجر أسعى اليوم الفجر بيطلع الساعة 5:18. هي في السعودية. في السعودية. هي في السعودية قالت إنه الفجر هناك 5 إلا 5. أيوة. أصلاً هي عارفة الوقت. الفجر 5 إلا 5. نعم. وهي صحت من النوم 5 إلا 5 وشربت الموي. يبقى معناته شربت بعد طلوع الفجر. يبقى نقول لأختنا مسكي ما مسكت اليوم ده كملتيه لكن عاد بعد العيد تعيدي لك يوم لأنه كنت قاعد الكلام هنا في السودان. لا ما في السودان في السعودية. لا خلاص أصلا أنت بعد العيد أخذنا صومي لك يوم لأنك شربت سهوا خطأ بعد طلع الفجر. نعم. نعم. مشاهدينا الكرام سنعود بعد الفاصل لنواصل معكم برنامج فتاوى. نحن من جديد بنرحب بمشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى. لفت انتباهنا الزول القبيلي اللي قال يا شيخنا انه زكاة المال وزكاة الأنعام يجوز التبرع بها لبناء المساجد. الحاجة دي هي ظاهرة الآن. أيوة. يمكن يكون في ناس عندهم أموال كثيرة جدا بالذات من بعض دول برا والمغتربين. أيوة. عندهم أموال كثيرة جدا جدا. أيوة. بيقوموا بيحولوها على سنه يتم بناء مساجد بها من خلال هذه الزكوات. المسألة دي إلى أي مدى هي صحيحة؟ أيوة هي طبعا إنه كل العلماء اتفقوا على أن المساجد تبنى بتبرعات الخيرين من المسلمين. ما من مال الزكاة. يعني زول صدقات ما شاء الله وربنا وسع عليه في المال طلع زكاة ماله. زكاة المال دي تتوزع على الأصناف الثمانية المذكورين في القرآن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أما المساجد نتبرع من غير الزكاة. نبني المساجد بالتبرعات غير الزكاة اللي هي الصدقات فيها. الصدقات هي بس مال الزكاة سواء كان زكاة عروض تجارة أو ذهب أو فضة أو ماشية أو زرع دي ما تتبني منها المساجد على الإطلاق. ولا توصان المساجد من مال الزكاة. مال الزكاة ربنا وزع على 8 أصناف. الثمانية أصناف دي ما فيهن المساجد. أي. نعم. وده برضو فيه فائدة. لأنه عشان أنت حق الله ده الزكاة
تديله محله والمسجد تتبرع عشان تاخذ صدقه جاريه. اي بناء المسجد ده ساهمت بطوبه واحده في بناء المسجد، ثوابك يمشي طالما المسجد ده واقف. نعم. معنا تليفون. الو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. مولانا كيف الحال؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيكم ونفعكم بما تفعلون. بارك الله فيك. تفضل. عندي السؤال الحقيقه مولانا، انا بسال انه اثناء الصلاه دائما الحمد لله انا من المؤدين للصلاه من الصبح لحتى العشاء في المسجد. تقبل الله. يعني دائما انا بسرح في الصلاه. ايوه. بعد التكبيره وبعد ما اخش في الصلاه يعني. اذا كانت سرية أو جهرية المهم أنا بسرح كثير جدا يعني بخش في مواضيع كده وبتذكر حاجات حصلت وبتذكر في حاجات حتحصل وكده يعني إلا مع التكبيرة مع الإمامة وكده حتى أقوم أرجع للصلاة ثاني. أيوة. عندي سؤال ثاني. نعم. إنه عندي إذا كان مثلا جرح في جسمي هل ممكن أنا أخش أو بينزف هو كل ما مرة مشي يعني بعمل له غيار وكده هل ممكن أخش الجامع وأصلي طوالي كده بالجرح بتاعي ده ولا ما ممكن؟ نعم. كويس. نعم. شكرا يا أمجد. أي بالنسبة للخشوع في الصلاة طبعا خشوع يعني مطلوب في الصلاة، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن الشيطان الله يلعنه ما عدو لدود للمسلم. هسه أنت تكون قاعد لا سرحان ولا بتفكر في مشاريع ولا شيء، أول ما الله أكبر تجي المشاريع بقى في راس الزور. العلماء قالوا أقل الخشوع هو ساعة تكبيرة الإحرام الزول يكون حاضر القلب ساعدك ساعد ما رفعت إيديك ونويت تصلي نويت تصلي شنو ظهر عصر ورا الإمام فز إمام في الساعة دي يكون حاضر القلب الله أكبر ده أقل الخشوع. بعد كده سرحت ومشيت وجيت وسرحان وكده والركوع والطمانينة والقراءة تمام الصلاة تمام أديت الفريضة لكن الثواب عاد زي الرسم البياني يطلع وينزل لول سرح بالطريقة دي. لكن برضو في علاج للصلاة دي أجا واحد من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد يلبس علي صلاتي فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له قنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله وادفل على يسارك سلاسا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يبقى نقول لأخونا لما تيجي تقف في الصلاة بشيش كده يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أنت بره من المسجد في البيت لكن قال بصلي الأوقات الخمسة في المسجد بس اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكده بشيش اتفل أي تتفن تحيد بصد رجلك اليمين ليه تحيد كده الصحابي على رجل الشمال على رجل الشمال أيوه وإن شاء الله زي ما الصحابي ربنا أسهب عنه ربنا يسهب عنك السرحان كثير لأنه من شيطان اسمه خنزب بيوسوس الناس في الصلاة. طيب سؤال ما بعيد من الصلاة اللي هو قال زول هو بيصلي يعني صلي دار يصلي ولابس الملابس أصلا كان يعني أثناء ما مثلا يعني جنابه يعني مثلا في جنابه مثلا هاي هاي هي طبعا مثلا الملابس إذا كان فيها نجاسة طبعا يغيرها ويلبس غيره أو يغسل يزيل مكان النجاسة ده. نعم. طبعا الطهارة شرط في صحة الصلاة وثيابك فطهر. نعم. يبقى إذا ما مطمئن ما في نجاسة يصلي بملابسه دي. نعم. أي ما في حاجة. ما في حاجة. أخونا عندي سؤال تظن هو سؤال تاني إنه قال الجرح بينزف. أيوة طبعا هنا دل الجرح إذا كان زول إيده مجروحة يكون الجرح إذا بينزف لابد أن بلصاق لصقة أو بشاش يربطه ولما يتوضي يتوضي يغسل السليم ويمسح على الشاش على الجبيرة اسم المسح على الجبيرة ويصلي لكن إذا كان الشداء النزيف بتاعه ينزل في الواطي في المسجد يبقى لا أي لحن لازم ما نخلي الجرح ده نربطه عشان ما ينزف وكده لكن إذا النزيف داخل الشاشة دي مربوط ونزة وكده ما بيأثر في الوضع طالما انك توضيت مسحت عليه. نعم. معنا ام محمد من ام درمان. مرحب. الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله اكرم. بزار الشيخ. نعم تفضلي. عندي بنتي كان عندها سنتين ما صامتهم كان عمرها زي 12 سنة وجب على الصيام فكانت يعني ما شفتها ما قادرة ما صام والسنة التالية كانت في التامنة ممتحنة فالسنتين دين ما صامتهم وثاني بتصوم يعني الحمد لله لحد الآن كويس. نعم أيوة. نعم فبدأ سؤال ثاني. نعم أيوة. خ...
خارج عن رمضان الشهر العظيم، فبيزعلوا انه مثلا الحوائج لو زالوا منا شالوا منا يعني حرام او شكرا لك. نعم بارك الله عليه السلام. الحي البنية دي طبعا عمرها 12 سنة وبلغت وجب عليها الصيام، لكن عشان تعبت في الصيام أهلها نصحوها تخلي الصيام. دي السنة الأولى تعبت تعب شديد وكذا، إذا تعبت تعب شديد خالص وما قدر التواصل بالرغم أنه الصيام واجب عليها، يوقف في الحالة دي كان تفطر يوم وتصوم يوم، لكن أكلت الشهر كله. السنة الثانية كان عندها امتحان وخلت الصيام من أجل الامتحان، لكن هنا في خطأ يا إخواننا. البدي بلغت السنة الفاتة عفينا من الصيام لأنها تعبت، وتاني السنة التاني كان المفروض تصوم طوالي، وبعدك الامتحان ما بيتعارض مع الصيام، والامتحان غالبا بيكون الساعة 10 الساعة 11 12 خلاص. والزول الساعة الطالب لما يمشي يمتحن الصباح يشيل كراساته ومسطرته بيشرب الشاي يفطر ويمشي للامتحان، ما بيجي إلا ساعة واحدة يجي للفطور وعلى الغداء، يبقى ما بيتعارض يعني. كان المفروض تسحر كويس تخليها تشبع في السحور وتصبح الصباح تمشي لامتحانها وتكون صايم. نعم هسه على الخلاصة في الحالة دي بتنا دي يعني تستخبر لأن رمضان فوتتي، تجيب لها كراس تكتب فوقه أنا علي دين رمضانين 60 يوم وتستخبر، ونخدها في أخف المذاهب منها تقضي 60 يوم بالأقصاد. بعد العيد أسع ما صايمة الشهر ده، وعند رمضانين ما صامتهم بعد العيد تنجم شوي بأسبوع وتقوم طوال تجيب الكراس تكتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم علي يدين شهرين سنتين ما صمتين. تبتدي تقضي في الأسبوع تصوم 3 يوم يومين 3 يوم لقد ما سدي دين عليها. بس عندها باقي سؤال، لكن بعدنا نرد على عبد العظيم من السعودية. مرحب رئيس. ألو مرحبا عبد العظيم. طيب عبد العظيم لو معنا، هي سألت أم محمد دي من قالت إزالة بعض الشعر من الحواجب. أيوة هي طبعا هندا الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولذلك كل العلماء تتبعت فتاوى علماء العالم الإسلامي كلهم اتفق على أن الحديث غائم ما منسوخ وحكم غائم اللي هو ممنوع إزالة الحواجب ولا جزء منها قالوا ممنوع استيصالة يعني شيلة بالكلية، وممنوع ترقيقة وممنوع كمان زيادته بقلم الدلالة والحجز بيسوي النسوان ده. والحواجب دي أخواتنا النساء هي زينة، ربنا خلق زينة للوش، وبعدين شوف شعر الزول بيطول الشعور كلها تطول ما عدا شعر الحواجب ما بيزيد ثابت زينة للوش، وأخير نخلي خلقة ربنا لحالة. لكن الإمام النووي قال إذا كانت واحدة من البنات ظهرت الحواجب بتاعتها بصورة يعني غزيرة جدا أو مقرونات ملفتة للنظر وأي زول يركز نظره عليها لأنها شزت من حواجب النساء العاديات وسببت لها حرج، قالوا في الحالة دي تهذبها لقد ما تكون زي حواجب النساء العاديات. أما المرأة الحواجب عاديات ما تهبش خالص. نعم معنا أم علي. مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. الله يسلمك. رمضان كريم. الله أكرم. أنا بسأل من الحنة في الحمية، بسأل من الحنة في شهر رمضان. الحنة الحنة حنة الشعر والحنة في الرجلين. نعم كويس. نعم نعم شكرا. الحنة طبعا هن ذا ما فيها حاجة ممكن نسويها في رمضان، لكن الحنة دي لما أخذنا المسلمة تقعد تتحنن بتسوي ريحة قوية سيما السروتية والمحلبية ريحتها نفاذة وقوية جدا، ولذلك ننصح أخواتنا إذا كانت الحنة دي بدون الريحة القوية دي ما في مانع، وإذا كان لابد من الريحة القوية دي سواء مع الحنة سوينا بالليل أي. وإذا كانت الحنة في الشعر بدون ريحة ما ممنوع سويها لأن ما من الحاجات اللي بتتخلى تجي في الصدور بتتخلى في الشعر ما ممنوع. الحنة ما منوعة سواء كان في اليدين أو في الشعر، بس ما يكون معاها الريحة الفياحة القوية السروتية المحلبية القوية ديك.
وإذا اضطرت تسوي الرحل قوية سويناها بالليل احتياطي. ودائما المسلم يحتاط يبتعد من الشبهات اللي بتأثر في الصيام. ما بتبطل الصيام حتى لو بالريح، لكن أزول بقدر الإمكان احتاط. نعم. البعد من الشبهات أحوى. نعم. هنا أخوتنا اللي كان سألت على الحواجب في نقطة دار يضيفها ذكر الإمام النووي قال إذا كان المرأة يجوز إنه إذا قام لها شعر في وشها دقن في شنب حيد قال يجوز تزيله بأي وسيلة كان ما عدا الحواجب. نعم هاي. نعم. طيب في سؤال تاني قريب من الموضوعات الخاصة بالريحة التي ذكرناها دي. هاي. الآن يعني في ناس بيشتروا في بخاخ في الصيدليات، بخاخ دي معطر للفم، ريحة الفم. أيوة. وهل المسألة دي بيسألوا من هل استخدامه في الصيام يعني يسووه صايم مثلا زو صايم؟ أي. أي لا لا في الصايم لا. هن ده حتى الفقهاء الشافعية قالوا يكره السواك بعد الزوال. ليه يا الشافعية؟ قالوا لي أن السواك بعد الزوال بيزيل رائحة الخلوف اللي هي عند الله أطيب من ريح المسك. مطلوبة يعني. ربنا في الحديث القدسي قال ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك بعد الزوال بيريح يزيل رائحة الخلوف. ولذلك فقهاء الشافعية قالوا ممنوع السواك بعد الزوال. يعني حتى الناس اللي بنشوفهم. أما المالكية قالوا يجوز في كل نهار رمضان. نعم. يبقى إذن البخاخ ده لو سويناه في نهار رمضان حيزيل رائحة الخلوف. يبقى لنا خليه تعارض معنا. آي آي. معنا أم علي من الخرطوم. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحب بك. بسأل الشيخ محمد حسن. مرحب تفضلي. أنا توفى عني زوجي يوم 25/5. أيوة. سمع الله يرحم يغفر له. الحمد. تفضلي. متى بتنتهي العدة؟ أيوة كويس. أكتب كده 25/5 إن شاء الله. أي 25/5 أنا برجع البيت وأجيب المفكرة بالشهور العربية وأضربها باكر إن شاء الله. نرد عليك بها إن شاء الله. أي خليك باكر معانا. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. الله شكرا. جزاك الله خير. بارك الله. طيب أيضا في باب الدعوة يعني في حديث يقول بلغوا عني ولو آية. أيوة. والآن نحن ملاحظين أنه في ناس عندهم القدرة أنه يدوا بعض الدروس أو يكونوا حافظين. أيوة. لكن في بعض الأحيان في ناس بيسألون باعتبار أنهم هم ناس مرجعية أو أيوة ناس. أيوة. عندهم القدرة على الرد أو الفتوى. أيوة. وظاهر دي الآن منتشر في بعض الأحيان. أيوة. صح. اللي رد الحرج عن هؤلاء فعلاً. يلا الفتوى بدون علم في الدين خطر وخطر جدا يعني. ولذلك من العلم أنك لو سئلت بحاجة ما بتعرف أقول الله أعلم. من العلم أنت وقل ما لا تعلم الله أعلم. وبعدين كذول بيفتي بدون علم ده بيكون كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي القرآن ربنا برضو حذرنا، قال تعالى في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. تحذير وعيد شديد. يبقى لذلك نصيحة الزول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود قدرته وإمكاناته، والشيء سئل عن شيء ما بيعرفه ما يفتي به. وبعدك مش يدول قرا له حديثين وحديث وقعد يفتي له. خاصة العلوم انت ممكن حاجة في فضائل الأعمال، حديث في فضائل الأعمال بيحس على الصدقة على مكارم الأخلاق على صلة الرحم ممكن تقراه تولي، لكن الحديث اللي بيحتاج لاستنباط من الأحكام لابد انك ترجع لأقوال العلماء. والزول انت دائرة تكون فتواك صحيحة 100%، أي مسألة لازم يكون عندك مرجع لأقوال العلماء، علماء الأمة تنقل منهم. نحن هسع ما علماء لكن بننقل عن العلماء. نعم. أي. نعم. معنا محمد عثمان من مدني. مرحبا يا محمد. ألو محمد عثمان. ألو. طيب نحن لو ما معنا محمد نرجع لمسألة تانية اللي هو بيسأل منا عدد من الناس. أيوة. سجود السهو يعني المسألة هي شوية يعني فيها أيوة. عدم وضوح يعني الناس ما قادرين سجود السهو. أيوة. واحد زايد واحد يكون ناقص. أيوة. الصلاة. أيوة.
كيف يعمل سجود السهو؟ كويس. مرات ناس مع الجماعة سامع سجود السهو ده موضوع طويل أنا بتكلم فيه، ولكن لو جات محادثة ثبتني نعم. سجود السهو أولا الحالة الأولانية زول بيصلي في الظهر مثلا يفي الركعة الرابعة شكة دي الرابعة دي الثالثة تردد في الحالة دي يبني على الأقل يقول بقلبه دي الثالثة ويقوم يجيب لركعة بالفاتحة وسر ويركع يسجد يقرأ التشهد ويسلم بعد ما سلم يسجد للسهو بعد السلام ليه؟ لاحتمال الركعة الجابة دي تكون خامسة يزول الحرج فيها بسجود بعد السلام هذه طريقة. الحالة الثانية مثلا زول ويصلي في الظهر قرأ الفاتحة ونسى السورة وراح راكع يقول الحالة دي ما يرجع لقراءة السورة من الركوع يرفع سمع الله لمن حمده يواصل صلاته بعد ما يتم صلاته يسجد للسهو قبل السلام لأنه نقص لما ترك السنة السورة يبقى السورة مكونة من ثلاثة سنة قراءة السورة سنة والزمن اللي بيجي يقرأ فيه السورة سنة وكون في صلاة الظهر سنة يبقى ترك له ثلاثة سنة يبقى يسجد للسهو بعد السلام بعد ما يتم صلاته نعم. لأنه ترك قراءة السورة نعم. معنا أم سلمة من الرهد مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. بسأل الشيخ محمد أحمد الحسن. نعم تفضلي. يلا أنا قبل 10 سنوات سحبت لي قروش من زول. أيوة استلفتيه ومن القروش آية سمع يعني سحبت سحب يعني سحبت من البنك يعني أهل يعني من زول يعني سرقتيني يعني مثلا أقول أي. أقول كده أخذتين بدونك يا حم شمال وقصر وقمت من الـ من الـ من القروش ذاته كفيت بدين دين حقك اي كفيت بدين لزول تاني سديت بدين والزول ده عرف انه القروش مسروقه قام رجع لصاحبه ايوه رجع القروش يا صاحب القروش اي والقروش استركته ده ذاته وقمت خديته في مكان اصحابه لقوهم وشالوه يعني ما صرفت من القروش دي ولا حاجه ايوه معنات القروش شلتيها رجعت باللي هلا بالطريق غير طريقك مش كده ايوه يلا انا قمت حلفت يعني حلفت في الحته دي قلت لهم انا ما شلتها ايوه فهنا يعني حكمكم شنو حقهم في النهايه رجع عليهم يعني حقهم رجع عليهم اي حقهم رجع عليهم لكن انا حلفت يعني حلفت نعم نعم حلفت هي وقع في حرج كبير كويس نعم. خلصنا نرد على السؤال اول نعم. حاجه بتنا دي اخطات ان اخذت قروش من زول بدون اي حق دار سدد ودين لزول الزول عرف ان القروش دي جات من فلان مش رجع عليه وحقه يعني قروش اللي شالت من الزول رجعت لحقه لكن بتنا دي زنقوها قامت حلفت نعم. قالت انا ما شلت القروش دي وهي شالتها دي طبعا تعتبر شهاده الزور وشهاده الزور معناته الزول يحلب على حاجه حصلت في الماضي بالكذب ودي حصلت في الماضي شالت القروش دي بدون وجه حق ولما زنقوها حلفت انها ما شالتها يبقى شهاده شهاده الزور مطلوب من بنتنا دي ما دام القروش رجعت لاصحابها مطلوب منك بس استغفار شديد جدا استغفر استغفار شديد وتوبة وندم شديد وإنك مرة تانية ما تحلفي وخلاص ربنا يقبل التوبة من عباده نعم إن شاء الله. طيب في الصلاة ما دام الحق رجع لي صاحب نعم في صلاة المسبوق يا شيخنا زول فاتت الصلاة رباعية أيوة ويعني أدرك رقعة واحدة كويس كيف يتم الثلاث رقعات أيوة هنا ده عندنا المالكية عنده قاعدة القاعدة بتقول ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك وما فاتك فهو أول صلاتك تقضي الأغوال وتبني الأفعال دي لأنها حفتي على مسوى المالكية عشان ما لخبط الناس زول حصل الركعة مثلا نقول في صلاة العشاء حصل الركعة الأخيرة من صلاة العشاء مع الإمام أول إمام ما سلم هو يجيب عليه حيله الركعة الحصلة مع الإمام دي رقعته الرابعة الأخيرة حيقوم يجيب أول ركعاته يجيب ركعة بالفاتحة وسورة وجهر ويركع يسجد يقرا التشهد لانه بيبني في الافعال على كل راس رقعتين يقرا التشهد ثاني يقوم يجيب الركعه الثالثه بالفاتحه والسوره وجهر ويركع يسجد ما يقرا التشهد يجيب الركعه الرابعه بالفاتحه وسر ويقرا التشهد يسلم يبقى لما نجي نحاز بنلقى صلى رقعتين بالفاتحه والسوره ورقعتين سر الرقعتين السر الحصله مع الامام والركعه الرابعه جابها بعدها نعم نعم. طيب بالنسبة لسجود السهو زول لو سهى أو يعني مثلا سهى إنه ما ركع قام طوالي سجد
قرا السوره والحمد وسوره وبدا يركع قام سجد طوال. نعم. وبعدين هو في السجود يتذكر انه ما ركع. نعم. يروح طوال يخلي السجود يجيب عليه حيله. يقرا لي ايه من القران ويقف يعتدي القائمه، يقرا ايه من القران بعد ما نزل تحت؟ اي بعد ما نزل تحت، ما هو قرا الفاتحه والسوره بدل ما يركع، هو ركع لكن ما رفع مش كذي؟ ولا ما ركع خالص؟ ما ركع خالص، ما ركع خالص، قرا الفاتحه والسوره طوال نزل للسجود. هو ساجد يتذكر انه ما ركع، طوال يقوم يجيب يعتدي القائم، يقرا ايه من القران ويركع، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويواصل سجوده. بعد ما يسلم يسجد للسهو بعد السلام زيادة. للسجود الجابه قبل الركوع ده زياده، ده يعتبر زياده. ليه يجيب علي حلو يقرا ايه؟ لانه قالوا لابد الركوع ياتي من قيام وياتي بعد قراءه، لانه هو قرا وسجد يبقى يرجع، ما يرجع يركع طوال، لازم يعتدي القائم ويجيب يعني يجيب ركعه بدله، يجيب ايه آية. ويركع ويرفع ويوصل سلام. نعم، شكرا جزيلا للشيخ محمد احمد حسن على الردود للمشاهدين الكرام. غدا ان شاء الله تجمعنا حلقه اخرى من برنامج فتاوى، وحتى الملتقى لكم اطيب التحايا من الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقه على الهواء مباشره، وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.